السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اليوم راني مع الطريق الوطني الطريق الولائي رقم 14. أني كالعادة رايح لبجاية، وإنما كل يوم بدلكم الطريق. اليوم راني خارج من البطحة، نورمالمون نخرج أدرويت من التزيم بالشعر وين ما فندير هذاك الفيديو تاع الثلج. بصح اليوم رايح نبدل لكم الاتجاه، نولي ندور اغوش. هاي وليك ثاني منا، راه مكتوبه بلاك بلاك ثاني تقول لك بجايه. وينما هنا طريق شويه ضيقه وصعيبه في نفس الوقت، وينما ناس كامله تمشيها، شوفهم الطوموبيلات كامل داروا رايا. كاينين دروك هنا يا خوتي، هذه تختصر الطريق بالنسبه للناس لاصحاب الطوموبيلات. ننصحهم يروحوا ديركت، يروحوا ديركت ويهبطوا. المهم تخرجهم في بلوطه، انا نقبض هذه الطريق. ذوك اصحاب الطاكسيات يروحوا منا، عليه طريق شويه ضيقه بالنسبه للسيمي سيسكات ما تساعدنيش. منا هذا ثاني منحدر يعني واعر خاوتي، بصح انايا الطريق اللي من هيه بالنسبه للسيسكات ما نقدرش نروح عليها. هذه الطريق هذه ما ندير فيها فيديو في الربيع، الله يبارك جنة. هذه بلايص تتمتع، يعني بلاصه خلويه كالم وممتعه والله. يا في الربيع هنا يا تقول عليك جنة، ربي يبارك. هنا البلاصه اللي فيها فيها انزلاق التربه، يعني الطريق على ما كاينش تلقاها يعاودوها والله تولي تفسد. شوف الله يبارك هنايا، هذه هنايا في الربيع هنايا تلقاها كل معمره الله يبارك باللارج، والدنيا كيف هي خضراء. حتى دروك هذه هنايا مرجه، هاوي لك هاو باللارج قاعد غير المرس، وهذا هي خضر شويه هاو يتبع في الماء مسكين. شوفوا الطريق هنا الله يبارك، طريق ضيقة وفارغة خلاص قليل، وين طل مع واحد مع كاش واحد. هذه واحد النهار واحد الصديق أيا سقساني قال لي وراك عبد الجبار، قلت له أني في بجاية، قال لي وراك رايا، قلت له رايح لعين عباسة، قال لي منين راك رايا، قلت له رايح من هي على وسمو، قال لي لما تجيش منها كاين واحد الطريق وراهي مليحة. قلت لك فين داير هذه الطريق هذه؟ قال لي ها منين تروح، روح على صناطلة وذراع القايد وتهبط. هو عند باله فرغان وراني رايح لبجاية، وانا عند بالي وانا مشارجي وجاي العين عباسة. المهم ونجي دابا سقسيت على الطريق منين تطلع، الناس ما على بالهمش بلي راني مشارجي، وما كنتش بالسيسكات، كون جيت بالسيسكات هذا ما كارونتون ما نقدرش نطلع. كنت نسوق واحد اللاندر حنون الله يبارك دومين 11 دبل في في ذاك الوقت. جيت طالع الفيراج الاول الثاني مانيش عارف البلاصه بالضبط، بالك ان هذوك نلقى البلاصه ونقول لكم عليها. اودي كامي بريمير وباتيني هذا بلا مطر ما كان والو. هيا المهم تعرف رجلي هذه عترجف، خلعت جا مي خلعت من طرقان كامل والله، كنت عود روسور الطريق ما على باليش بها كاع، هو راجع بيا اللورا وانا ما على باليش بيه. بصح هذاك النهار كان سحاب وكانت الحاله شويه مش مليحه، خفت تصب النو. هيا مشيت انا نعود في فيراج كيما هذا هك هكذا، وهي والكيما عادي باتيني حبست. المهم درت فرانما، صدقوني درت فرانما والكاميو رجع بيا اللورا. قلت انا يا شي هذا نهز رجلي على الفرا الكاميو يرجع اللورا، ما لقيت كيف ندير. يا ربي كشمني جاء من بعد جاء واحد الشيخ راكب في تراكتور، قلت له عمي بالك تروموركيني، قال لي انت راك مريض بازي تكركرني معاك، كيفاش ندير؟ قلت له دير لي كالا، عاوني دير لي كالا برك وروح على روحك والله يسترك. المهم الشيخ هذاك كثر خير مسكين قار على الدروات برك الكيميو الجهة الكاف هكذا،
وجاني دار لي كاله كبيره. المهم زاد وحده طلعت فوق الكاميو دار طلع فوقها الكاميو وجاد فرانا ما ودرته في تاس وهكذاك وخايفه هيا هبط. عندي واحد السلسله تاع السلسله هذيك اللي ربطوا بها البقر حاشاكم وهذيك جبتها قرت منها زوج مارس ولا ثلاثه دخلتها في البنوات ونربط بالسلك. شوف شوف هذه البلاصه هذه اني صبر فيها روحي برك. المهم شوفوا الطريق وين راهي. شوف هذا هو الفيراج تاعي. مش عارف هذاك ولا هذا تاع لونكار. هذا هو بعد. المهم خاوتي الفيراج هذاك ال يعني تقريب دائره. خلاص شوفوا الطريق هاي وين ليك وشوفوا الفيراج هاي وين ليك. هنا في الخنقه هذه هنايا والله هذه المهم في البلاصه هذه قدام الله هذه بلاصه. دونك لازم تقبض لاكوش خلاص. والدور هاوي لك الواد الرموركة راهي ال. شفت هيا. المهم ربطت هذيك ال الوسمو هكذاك ورحت وديماريت قلبي تعرف في الميتين. شوفوا الطريق شوف خلعت واحد الخلعة هذاك النهار ما نساهاش خلاص ودرت له كرابوطاج وتكلت على ربي تعرف يكدد في الارض كداد على بالك مشارجي عدت خايف انا قلت دوك يقول لي مول كامي عليه جيت منا وانا لا غالب حشوه برك يعني ما تولتش ليها. هيا المهم والله لكان جيت بارك الله فيك. هاو جيت من هي وانا نحلف. شوفوا انا طلعت العقبه الفوق فوق لونغار هذاك وبدات المطر طاك 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 طاك. قسما بالله يا خاوتي اودي قلبي يحبس قلبي يحبس. قلت الحمد لله يا ربي العالمين ونوعدك يا ربي الطريق هذه ما نزيدش نمشيها خلاص. وهي صح ما تقدر مستحيل انك تمشيها. وسلكني ربي العالمين الانسان نوصي خاوتي دائما ما يتجسفش كي تكون طريق ما تعرفهاش والله امشي بالعقل برك. كي تمشي بعقلك تروح وين ما تحب. انما كان رحت كانك تحوس تجرب ما تقدر تروح حتى البلاصه. شوف الله يبارك هذا رانا في الشتاء في الصيف. شوفوا كيف راهي خضره هنا. عندي واحد المبادره تاع غرس الاشجار وعت ما نتكلمش عليها يعني محاربه التصحر خوتي راهي والله العظيم راه عندك اجر عظيم كبير 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 كي تغرس شجره. اما خير تشوفوا الدنيا خضره كيما هكذا الله يبارك والدنيا كامله مغروسه بالاشجار ولا راهي الدنيا كامل كانك راهي الحاسي مسعود. يعني خاوتي غرس الاشجار الثقافه الاخضراريه هنا في الجزائر راهي ناقصه. هذا الجوي هذا والله يعجبوني الله يبارك. اي واحد شوفوا هذه حاجه عادي يغرس داليا يغرس حاجه يعني الطبيعة تبدل. نحارب التلوث البيئي يعني التصحر يعني الجو يكون معتدل درجة الحرارة تنقص. يعني والله يا خاوتي غير غرس الأشجار وعندك أجر عظيم عند ربي سبحانه. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام قال لك تكون في يدك شجرة تكون راح تقوم القيامة كمل غرسها. يعني هذا الدليل أنه راه فيها أجر عظيم. يعني خاوتي نوصيكم غرس الأشجار ديرها صدقة أنويها على والديك ميتين أنويها عليك حتى تموت الشجرة هذيك وهي تمدلك في الخير. يظل تحتها حيوان إنسان يأكل منها الثمار. يعني خاوتي أنا راني داير مبادرة كل ولاية نغرس فيها الشجرة والله الحمد لله لحد الآن كاينين ناس راه تدعم فيا ويحاولوا فيا. عبد الجبار نعطيوك الدراهم وشري الاشجار وغرس باسمنا. انا ما نقدرش ندي دراهم الناس قادر يضيعوا لي قادر منا. المهم اي انسان يقدر يغرس شجره
وتعلمها لاولادك، تهز ربع شجرات ولا خمسه وتروح الاماكن وتدي معك وليداتك وتدير جو عائلي هكذا، وتغرس هذوك الشجرات وتوصي عليهم، ولا تغرسهم في بلاصه ولا قدام دار واحد ولا في مكان عمومي ولا في مسجد ولا فضاء للراحه ولا محطه للوقود، عندك فيها اجر عظيم تكبر هذيك الشجره. حنايا عندنا واحد العقليه، كي نلقاو الظل نروحوا ليه كامل نجريوا ليه. شوفوا هذه الشجرة، الله يبارك الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله، نروحوا كامل الظل هذاك نجريه، بصح باش نغرسوا الشجرة ما نروحوش، هذا هو المشكل. الله يجيب الخير ان شاء الله. وش نقول لخاوتي، الانسان دائما لازم يكون غارس بذرة مليحة في حياته في أي مجال، في غرس الأشجار، في الخير مع الناس، في التعامل مع الطريق، حتى وراك مثلا تسوق في الطريق وتبعد على واحد تخليه يفوت، ولا تشوف واحد راحوا له الفرانات بعيد الشر واسمه، ولا ما تجيبش الأذى للناس، ولا ما تخليش هذو الحوايج هذو راهم مليح للإنسان، وخاصة الناس اللي راهم دائما مسافرين وعندهم مسافات طويلة ويتعبوا في الطريق، وهذيك يعني يقدروا الخير قريب لهم ياسر. تلقى واحد اونبان حبس له وتعرفوا يعني باللي راه اونبان حبس له، كاينين امورات للانسان. هاني حبس لك اخويا، ها يا روح، شوفوا اللوز وراه، شوفوا الله يبارك شجرتها لوز ما شاء الله، ها يا روح، ها هذا ما كان مخسرت والو، انا هو راح وانا رحت في الامان، وقال لي بارك الله فيك ودي الدعوه تاع خير، بس اكون جيت انا نزرب هو يزرب ونتلاقاو في بلاصه مزيره، ما نروح لنا لا هو. هنا راني دخلت عندي ستوب، اب 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 ستوب، هذا جا في بلاصه اللي راح هنا، راني دخلت في الطريق الكبيره.